عندما يجتمع المغاربة على متن الطائرة وخاصة في الرحلات الجماعية التي تضم عددا كبيرا منهم، قد تظهر بعض السلوكيات التي تؤدي إلى حدوث مشاكل ونزاعات بينهم. هذه النزاعات غالبا ما تكون حول المقاعد أو الأمتعة أو حتى الخلافات البسيطة التي تتحول بسرعة إلى صراعات لفظية. والأمر الذي يثير الدهشة هو أنه عندما يكون هناك عدد قليل من المغاربة أو عندما يتواجدون مع مسافرين من جنسيات أخرى، تكون الرحلة عادة هادئة ولا تحدث مثل هذه المشاكل. على سبيل المثال، هذه الرحلة على متن طائرة تابعة لشركة أريان إير أمن حدثت مواجهة بين عدد من الركاب المغاربة، مما أدى إلى توتر الأجواء داخل الطائرة. النقاشات حول الأمور التافهة تحولت بسرعة إلى نزاعات مع تدخل البعض في شؤون الآخرين بشكل غير لائق. في المقابل، عندما تكون الرحلة تضم فقط عددا قليلا من المغاربة أو عندما يكونون مع جنسيات أخرى، تسود روح التعاون والاحترام ولا تلاحظ تلك الصراعات المعتادة. هذا السلوك يمكن اعتباره مشكلة كبيرة بين المغاربة، تعكس الأنانية وعدم قدرة البعض على التفاهم أو ضبط النفس في المواقف الجماعية. بينما نلاحظ أن هذه التصرفات لا تحدث بنفس الشكل عندما يتواجد المغاربة مع جنسيات أخرى، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا التوتر الداخلي والتنافس السلبي الذي يظهر في مثل هذه الظروف.